مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض الحمل العنقودي. يعتبر الحمل العنقودي أحد مضاعفات الحمل النادرة، ويحدث عندما تجتمع البويضة بالسائل للإخصاب، ولكن لا تنمو الخلايا بطريقة طبيعية. وحتى لو وجد جنين في الحمل العنقودي الجزئي فهو غير قابل للحياة. فور حدوث الحمل قد تشعرين بالأعراض المعتادة كالغثيان والقيء، ولكن قد يحصل لك نزيف في مرحلة معينة. مع ذلك يمكن أن لا يؤشر إلى حمل عنقودي لأنه شائع وطبيعي في مراحل الحمل الأولى. أما في حال حدث لك أي نزيف فمن الأفضل أن تستشير الطبيب تحسبا لأي طارئ. وقد يختلف النزيف الذي يحدث بسبب الحمل العنقودي عن النزيف العادي من حيث اللون والدرجة، فقد يكون أحمر فاتحا أو بنيا داكنا غزيرا أو متقطعا ويصاحبه نزول الحويصلات. من أعراض الحمل العنقودي الغثيان والتقيء أكثر من الطبيعي، وانتفاخ البطن بسرعة بسبب ارتفاع هرمون الحمل عن حده الطبيعي والنمو السريع للمشيمة، بالإضافة إلى تقلصات شديدة ناتجة عن تكيس المبايض. ومن المضاعفات الأخرى التي قد تحصل ولكن نادرا اضطرابات الغدة الدرقية، تسمم الحمل المبكر، زيادة السوائل في الجسم. وإذا وجدت هذه المضاعفات فيجب التأكد من أن الحمل عنقودي أو البحث عن أسباب أخرى كمشاكل في الكلي. عند الفحص السريري غالبا ما يكون حجم الرحم أكبر من المنتظر، ومن خلال إجراء التصوير بالموجات ما فوق الصوتية يمكن اكتشاف الحمل العنقودي الكامل في مرحلة مبكرة، وستكون مستويات هرمون الحمل أعلى بكثير مما هي عليه في الحالة الطبيعية. أما في حالة الحمل العنقودي الجزئي فمن الصعب اكتشافه ورؤيته عبر التصوير بالموجات ما فوق الصوتية لأن الجنين يظهر في الصورة. وفي حال اكتشاف الحمل العنقودي قد تحتاجين إلى عملية جراحية لإزالة الأنسجة من الرحم من خلال توسيعه وكحته أو من خلال الأدوية. تزيد احتمالية حدوث الحمل العنقودي عند تقدم المرأة في السن وتخطيها لسن 35 أو في حالة الزواج المبكر والحمل عند صغيرات السن، كذلك عند المرأة التي تعرضت سابقا لحالة حمل عنقودي. وفي غالبية الحالات لا تؤثر الإصابة بالحمل العنقودي على فرصة الحمل مرة أخرى، ولكن من المهم الانتظار فترة لا تقل عن 9 أشهر